احنا بنقول مبروك للأسر المصرية ومبروك للشعب المصري كله، ومبروك للأولاد اللي تفوقوا، ومبروك للموهبين. وبنقول رسالة لوزراء البحث العلمي والتعليم العالي، أرجوكم اهتموا بهؤلاء الموهوبين، لأن هم دول الثروة الحقيقية اللي موجودة للدولة المصرية، وهم دول اللي هيستطيعوا تحقيق أحلام ورؤية الرؤية البحثية والرؤية العلمية اللي هي قادرة على تحقيق النقلة الحقيقية للدولة المصرية. خلاص، النقل والتحرك لابد أن يأتي من خلال البحث العلمي، هم دول الأولاد اللي احنا نتوسم فيهم خير، اللي يحدثوا النقلة العلمية والنقلة العبقرية اللي احنا كلنا بنهيئ لها المناخ عشان تحصل إن شاء الله. فربنا يوفقهم، وألف مبروك، واللي جاي أهم من اللي فات.